جديدة من حلقات برنامج جوابك ذهب، البرنامج اللي كيجي حتى لعندكم فين ما كنتو من طنجة للقويرة، كيسولكم سؤال إلا جاوبتوني الأخبار في راسكم، أسئلة جديدة وحلقات مثيرة بالرغم من ظروف كورونا. هما جوج توان، واحد يتشرب ما هو ما، والثاني كيتكال وما هو طعام، شنو هو أو شكون هو؟ نمشيو نشوفوا شكون اللي غادي يجاوب على السؤال الأول ديال هذه الحلقة. انت السلام عليكم. صحه بخير؟ مرتاح؟ مزيان الحمد لله. فين غادي وفين جاي؟ فضولي خو كيف غير يعرف. وي واش تكون وني جيت نجري؟ مرحبا بك اخويا، مرحبا بك برنامج جوابك ذهب. طبيعي الحال نتبعنا، غادي تشارك معنا. اييه نقشبوا شي شويه ولا ندوزوا ديريكت السؤال؟ ضحكوا شي شويه، قول لي شنو هي الهوايات ديالك؟ جري مع الوقت. كتجري على طرف ديال الخبز؟ اييه. كتصور طرف ديال الخبز ولا مازال كتجري عليه؟ كنصوروه كاملين حنا، كنجريو على طرف ديال الخبز. خويا الله يجيب لك التيسير والله يعطيك الخير. امين. من غير الجري الهوايه ديالك شنو هي؟ كتعرف تغني؟ لا لا. كتصنف الموسيقى؟ الموسيقى. شكون هو المغني اللي كيعجبك؟ تنعز عليا الدائره الغيوانيه المجموعاتيه بصفه عامه. نعم. شاهر العربي باطمة الله يرحمه. الا قلت لك الرواد، هذوك الرواد. نعم. ديال الدائره. هما جوج توام، واحد يتشرب ما هو ما والاخر كيتكال ما هو طعام، شنو هو او شكون هو؟ اليدين. نعم. اليدين. كيتشرب ما هو ما والاخر كيتكال ما هو طعام، شنو هو او شكون هو؟ شنو هي او شكون هي او شنو هي؟ هي فاكهة الليمون. نعم الليمونة. اشرحي لي علاش؟ لأنه كيتشرب، كيتشرب هو ماشي ما كنعصروه. أيه. وكيتكال الفاكهة. نعم. إذا الجواب ديالك النهائي هو ليمونة. نعم. العقل والفلوس. رزق العقل. والفلوس رزق. رزق رزق. اشرحي لي، ما فهمتش علاش؟ حيت كنقولوا شارب عقله واكل رزقه. واكل رزقه. اش بان لك؟ اش بان لك؟ نفس الحاجة. شنو تضحي بالجواب باش تقولي لي؟ لا نفس الحاجة. نفس الحاجة. شكون اللي جاوب؟ انت ولا هي؟ بجوج نفس الحاجة. ولكن شكون اللي جاوب الأول؟ أنا. نعم. لا لا ميم شوز. إذا الجواب ديالك هو؟ العقل. ما سمعتش مزيان. العقل والرزق. العقل والرزق. العقل والرزق. إلا قلت لك عندك الرزق وعندك العقل باش جاوبتي، اش تقولي لي؟ ربحت. جواب.